سنة 1958 بدأت مسيرة ورحلة جوائز الدولة للمفكرين والمبدعين والمثقفين. دي أرفع جوائز بتقدم للي أضافوا أشياء قيمة في مجالاتهم. الحقيقة أنه كتير من الأسماء المعروفة اللي هي نار على علم حصلت على هذه الجائزة عبر سنوات وسنوات. كل سنة بنستنى إعلان الأسماء، مش بس عشان نعرفهم ونكرمهم، إنما عشان نتعرف على تجربتهم ونستلهم منها ونشوف إيه النقط الملهمة في تاريخهم اللي أهلهم للحصول على جوائز الدولة التقديرية. من أجواء جوائز الدولة التقديرية هتكون حلقتنا النهاردة في أسماء لازم نعرف أكتر عنها، لأن يمكن تكون شهرتها أكبر من معرفتنا بتفاصيل إنجازاتها. هنقرب من أسماء كتيرة منها في حلقتنا النهاردة وفي حلقات قادمة. وزي ما قلت في البداية إنه في ناس يبدو لينا إن إحنا عارفينهم كويس، إنما لما بيحصلوا على هذه الجوائز بنقرأ السي في صح، بنقرأ التفاصيل أكتر، بنعرف التراكم اللي عملوه عبر رحلة طويلة، رحلة مهنية أو أكاديمية أو فنية أو فكرية. عندكم مثلا دكتور أشرف زكي، محدش ما يعرفش أنه هو نقيب المهن التمثيلية، لأنه الحقيقة وجوده وحضوره دائم وطاغي وفارض نفسه، مش بس لأنه تم انتخابه 5 مرات لنقابة المهن التمثيلية، إنما لأنه موجود في المشهد وسط زملائه ووسط نقابته. ده اللي احنا نعرفه. اللي عرفناه بعد حصوله على جائزة الدولة التقديرية أكتر بكتير، تفاصيل أكتر بكتير مما يبدو لنا إننا نعرفها. معكم الحاصل على جائزة الدولة التقديرية دكتور أشرف زكي. جائزة الدولة التقديرية، أهلا، ألف مبروك يا دكتور. ألف مبروك دكتور أشرف زكي الحاصل على جائزة الدولة التقديرية. طيب دي تحية ليك
وللجائزة ولفرحتك ولتكليل مشوار طويل يا دكتور أشرف. كل نجاحاتي باجي اقعد هنا بس المرة دي مختلفة. الحمد لله المرة دي جيت في نجاحات ما شاء الله كتيرة جدا. اول نجاح كان رهان بني انت قلتيها كنت عارفة انك هتكسب. طبعا الحمد لله. طيب جائزة الدولة التقديرية. بص يا دكتور أشرف كنت بقول ما حدش ما يعرفش دكتور أشرف زكي، ما عرفش ان هو نقيب المهن التمثيلية مرات ومرات، موجود حاضر في المشهد في المسرات وفي الأحزان، انما مش كتير يعرفوا انجازاتك اللي بناء عليها أكاديمية الفنون رشحت اسمك لتحصل على الجائزة الأرفع في مجال جائزة الدولة التقديرية. نبتدي بإيه؟ نبتدي بعشقي للأكاديمية. بنبتدي وانا مقدم طالب في معهد الفنون المسرحية وداخل كده، احنا عندنا حاجه اسمها على سلم المعهد. ده يعني اي حد كلميه في المعهد قول له سلم المعهد بس. ليه بيعملوا ايه على سلم المعهد؟ ده الحلم. احنا بنقعد على السلم ده بقى بنقدم ونقعد نحلم. فهاتي اي نجم كده اي حد خريج المعهد قول له سلم المعهد. وانا واقف كده ببص للمعهد وبقعد على السلم وبحلم بان انا ابقى طالب في المعهد، وبعدين الحلم بيكبر نتخرج من المعهد وبعدين أبقى معيد وأتدرج بقى إلى أن أأتي رئيساً لأكاديمية الفنون. فأنا وأنا عميد معهد الفنون المسرحية كان عندي خطة طموحة جداً للمعهد، لأن أنا ابن من أبناء المعهد وابن من أبناء الأكاديمية وعارفها كويس قوي، حافظها كويس جداً، وبدأت أشتغل على الخطة دي من وأنا عميد للمعهد. والحمد لله قدرت أعمل في المعهد خطوات كويسة جداً جداً جداً. ثم لما رحت عملت حاجات غريبة. يعني كلها حاجات كويسة جدا بس بعضها حاجات غريبة. من الحاجات الكويسة بس الغريبة الأرض اللي انت قدرت تضمها للمعهد بشكل أشبه بالمعجزة. هحكي لك الحكاية. هو كان أستاذي وأستاذنا جميعا دكتور فوزي فهمي. طبعا. كان خد أرض 20 فدان على الرصيف التاني من الأكاديمية. وبدأوا يعملوا فيها بعض المشاريع، إلا أن المشاريع كانت يعني مش كبيرة قوي يعني وقفت. كانت بص كانت الأرض دي الأرض اللي كانت قدام الأكاديمية. المكان ده عملناه اسمه مسرح نيات سليحة. ده هو اللي احنا فيه دلوقتي ده. فلما جينا الأرض الجديدة دي احنا سمينا الأرض الجديدة بقالها 100 سنة بس سمينا الأرض الجديدة فيها مدارس، احنا عشان الباليه والكونسرفاتوار فعندنا مدارس. فالولاد ما بيروحوش ليه؟ لان الشارع الفاصل بين الاكاديميه القديمه والاكاديميه الجديده شارع خطر جدا، شارع شريان رئيسي للمرور. مش شارع فرعي. فعملنا ايه؟ اول حاجه عملتها قمت عامل كوبري يربط بين المبنيين ضفتي الاكاديميه فالكوبري ده حل مشكله كبيره جدا. بدانا بقى نخش في تعمير المنطقه دي، والحقيقه انا كان معايا فريق عمل يعني على راس طبعا صديقتي الغاليه الدكتوره غاده جبار اللي هي حاليا رئيس الاكاديميه. طبعا ودكتور هشام جمال وكل العمداء. بص يا دكتور اشرف، ما هي الافكار على قارعه الطريق بالظبط، بس مين ده بقى اللي يهم ويشمر بالظبط ويقول انا هعمل ده؟ تحويل الارض دي وربطها بالمبنى الرئيسي للاكاديميه ممكن يتقال كلام في قعده، انما انه يتحقق ويبقى طبعاً على ارض الواقع. ده مجهود كلنا في مصر نعرف انه مجهود مش طبيعي. الحمد لله يعني كان معايا فريق من سواء الدكتوره غاده جباره او العمداء كلهم، الحمد لله احنا عملنا ثوره في الاكاديميه وعملنا اكاديميه في اسكندريه. اسكندريه كان فيها معهد فنون مسرحيه اوضه تحت السلم. دي من الاجزاءات المهمه اللي اتعملت في وقتك. وبعدين كانت وحده. لان الفرع بقرار جمهوري، عشان تعملي فرع لازم قرار جمهوري. فعملنا قرار جمهوري وطلع فرع لاكاديميه الفنون بمعاهدها. فتحنا معهد السينما، طورنا معهد الفنون المسرحيه في اسكندريه، كل اسكندريه. معهد النقد الفني، معهد الباليه موجود. وبدانا الحمد لله نبني مبنى 10 ادوار هيبقى فيه كل حاجه، واهم حاجه فيه ان فيه فندق يعني صغير للطلبة أو الأساتذة اللي هيجوا من القاهرة يحكموا، أو لو في طلبة مغتربين أو إلى آخره. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.